اجينا ايش قلنا لهم؟ الطلب القضاء ايش طلب؟ طلب بان تجيبون لنا الاسماء. قلنا له عمي انا نائب رحيت وطلعت علي اسلحه وعصابات القاضي راح طردوه. المنفذ من راح هناك ومع المحامي ظلوا يركضون وراهم باسلحه. الى درجه المنفذ نفسه المنفذ حطوا المسدس براسه. زين ايش قالوا؟ قالوا هاي المنطقه ما حد يطبها، لا دوله تطبها ولا فلان يطبها ولا فلان. انا ايش اطلب؟ اطلب من السيد رئيس مجلس القضاء كما عهدنا تشكيل لجنه من الاشراف القضائي والذهاب، هل فعلا هناك قضاة؟ اثنين، رئيس مجلس الوزراء لا زالت لحد هذه اللحظه. حتى اذا وجد قضاء هناك وين المشكله؟ القاضي راح يدفع فلوسه ومشترك. لا 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 لا, لا 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 الماده 161 1062 بالقانون المدني. وبالمناسبة لا أقل لك مادة ولا أقل لك قانون، اليوم الصغير حتى مو خريج القانون إذا رحت قلت له هاي القطعة مشاع يقول لك في أي جزء من الأجزاء الكل شركاء، لا يحق لأي طرف من الأطراف التصرف في أي قطعة في أي متر في أي شبر في أي ذرة إلا بعد إجراء القسمة الرضائية. ماكو أي، لا أكو قسمة رضائية. إجوا عصابات جرفت، أنا شفت بعيني، شفت بعيني البساتين شلون تجرفت، وشفت بعيني شلون اندفنت النخل جوا بالارض. القضيه الاخرى، رئيس الجمهوريه ايش وصى مدير مكتبه نزار؟ وطلعنا وعده صور مع نزار. قال له ممنوع دخول، بالمناسبه واخو حاكم الزامني هم موجود هناك، ووليده طلعت الورقه في يوم وبقتها. بنفس الارض الزراعيه. بنفس الارض الزراعيه. مو خلينا نفهم نوصل للمشاهد اكثر، اي ارض مهن من ضمن الدوائر؟ الكل. انا جاي اقول لك اعتبر بالمناسبه، ما اقدر اعمم، احنا هسه المشكله صايره بمربع واحد. لا 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 لا، هو كل هذا مربع واحد، 7 دونم مع 49 دونم مع 14 دونم وحده واحده، يعني ما بيفصلهن اي شيء. زين.